كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنواع الأطعمة المحببة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت السيدة انتصار في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر شاشة دي ام سي مساء يوم الأربعاء 26/11/2020، قالت أنا الرئيس وقف معايا حبة كويسين وفهمني حاجات كتيرة في موضوع المطبخ وعن أنواع الأطعمة المحببة له. ردت قرينة الرئيس قائلة بيحب الطواجن بأنواعها والرز، وأكلته المفضلة كل أنواع الخضار والسلطة، وكل أنواع الخضروات تكون موجودة، أبناءه كلهم مثله، مستدركة أنه الحلو كان كنافة وبسبوسة وطالعين بيحبوا الحلويات الشرقية. وقالت إن إحنا أقارب، ووالده والدته تعتبر خالتي، وكان معروف في العائلة كلها إنه لديه طبيعة خاصة وهو شخص شديد ومميز وإنسان جد. وأضافت إن شخصيتي كانت تشبه شخصيته كثيرا، وكنت جد مثل السيسي. دي صور ليها عرضتها إسعاد يونس خلال الحلقة انتصار السيسي وهي طفلة، وهنا في شبابها. صور جميلة ليها مع عائلتها، مع والدها ووالدتها وأشقائها، وهنا وهي ما كبرت في شبابها مع أطفالها. دي السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس السيسي. وتابعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه حينما فاتح والدته للارتباط بي وقتها كنت بذاكر في ثانوي، ولما كلمني قال لي ذاكري عشان المذاكرة دي هتقف جنبنا، ووقتها عرفت إنه إنسان مسؤول. وكشفت رد فعل السيسي في يوم زفاف ابنته قائلة السيسي قال لي إنه سعيد بإن بنته سوف تعيش حياة وتعمل أسرة وتجيب أولاد يملوا علينا الدنيا. وأضاف الرئيس قال لي إحنا اخترنا صح ولازم نفرح بولاد بنتنا، وتابعت إنه ما كانش حزين يوم زواج بنتنا. وتابعت انتصار السيسي الأحفاد أحلى حاجة في الدنيا، وعلى الرغم من الأعباء التي توضع عليه بمجرد دخوله المنزل بيكون سعيد بيهم وهو بيحب البنات. ده السيسي مع عائلته وهو طفل، صور نادرة جدا تم عرضها برضو أثناء الحلقة. وادي السيسي في شبابه، ايه رأيكم اتغير شكله عن دلوقتي ولا زي ما هو؟ شاركونا في التعليقات. وهنا الصورة ديت نادرة، وقيل ان هو اللي كان بيسلم على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهنا برضه بيسلم على حسني مبارك. ده ابنه مصطفى السيسي، ودي رضا زوجة مصطفى، وادي هنا داليا زوجة حسن السيسي وحسن السيسي، والسيدة انتصار السيسي زوجته ومصطفى السيسي، وهنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووالدته السيدة سعاد إبراهيم رحلت مؤخرا. وأكملت انتصار السيسي طبيعة شخصية الرئيس لم تتغير منذ معرفته بي، مضيفة لما اتجوزنا ما كنتش بعرف أعمل أكل وهو اللي علمني. وتابعت انتصار السيسي، السيسي إنسان حنين على أسرته كلها وعلى والدته، والجميع يصفه بأنه حنين على أهله. وكشفت تفاصيل ارتباطها بالرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة ارتبطنا عندما كان الرئيس السيسي في الكلية وأنا وهو قرايب.
وأضافت السيسي فاتح والدته برغبته في الارتباط بيا، وقال لها إنه وجد فيا كل المواصفات التي يرغب فيها. وأضافت إن أكتر شيء بيسعد الرئيس هو عندما يكون حقق إنجاز يسعد الملايين من البسطاء من الشعب المصري. وقالت أنها ما زالت تحتفظ بخاتم الخطوبة حتى الآن، وما زالت ترتديه، وكشفت انتصار السيسي سر خاتم الرئيس قائلة: هذا الخاتم كان هدية من والده اللي كان مشهور في خان الخليلي، لذلك ما زال يرتديه ويحرص على تواجده دائما به. وكشفت عن نصيحة والدة الرئيس السيسي لها قبل الزواج قائلة: كانت نصيحتها: إيه هو اللي بينجح البيت؟ إن كل واحد بيكون ليه خصوصية، وتكوني عارفة كويس إيه الكلام اللي تقوليه والكلام اللي مش تقوليه، كل واحدة تتعامل كأنها في بيت منفرد، والكل يعرف إن الولاد زي البنات. وقالت السيدة انتصار السيسي إن زوجة أي ضابط سواء في القوات المسلحة أو الشرطة بتتحمل مسؤوليات بشكل كبير، مبينة بتتحمل المسؤولية من الألف إلى الياء، مسؤولية الأولاد والبيت وكل حاجة، وبتكون أب وأم في نفس الوقت، لأن هو غصب عنه مش بيكون متواجد بالبيت. وأضافت: حرم الرئيس السيسي عدم تواجد الزوج الضابط مع أسرته لا يعني أنه منفصل عن العائلة تماما، وأوضحت قائلة: بالعكس، كنا على طول بنتكلم وكان في تواصل دائم، رغم إن ساعتها التليفونات ما كانتش متاحة زي دلوقتي، وكنا بنتواصل في أي حكاية بتخص الأولاد كأنه موجود معانا. وكشفت سيدة مصر الأولى عن المسلسلات الدرامية التي تتابعها، والتي كان في مقدمتها مسلسل الاختيار، قائلة: كان حاجة كويسة جدا، وخلى الناس كلها تتجمع في وقت وتتابع وتعرف الدنيا كانت ماشية ازاي، رغم ان ممكن يكون احداث المسلسل دي عشتها كلها بكل تطوراتها، لكن مجرد ان الواحد يشوفها قدامه له طعم تاني. دي انتصار السيسي خلال الحلقة مع اسعاد يونس. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.